في صديق برضو من العناصر الاساسيه، في حسين جبنا بواتينج، حسين فيصل طبعا بواتينج عاوز ارجع حسين لمستواه، وده يمكن كلمت معاه بشكل كبير. في عناصر جيده جدا في الفرقه، حسين فيصل، في خالد عبد الفتاح، في شريف رضا، في جمال، احمد جمال، يعني جبنا انتداب جيد جدا من نادي الاسماعيلي، احمد مصطفى، احمد مصطفى، لعيبه جيده جدا جدا. وانا متابعه من ايام الداخليه قبل ما ينتقل كمان لجينت البلجيكي، وادي رجعته النادي الاسماعيلي، يعني ممكن تطلع منه بشكل كويس جدا. لعيب كويس جدا يا كابتن طارق، واعتقد انه هيلمع مع حضرتك كمان مع سموحه السنه الجايه، والناس كلها هتتكلم طبعا عنه. يعني انت عندك هاني سليمان حراسه المرمى، مجموعه كبيره جدا، الحكم جبنا شوشه من النادي المصري برضو، في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الجيدين. انا مش عاوز بس انسى حد من اللاعبين، لان هم يعني كوكبه، احنا عملناهم حوالي بتاع 25 27 ولد بشكل كويس جدا جدا، ان شاء الله نعتمد عليهم ويبقوا الدعم الرئيسي. عملنا بلان سي ودي اللي هم القطاع الناشئين، فرقتين 22 ولد جيدين جدا برمزج، ودول اللي هم هنبتدي نطعم بيهم الفريق الاول ونكمل بيهم المشوار، لان احنا تعرف ان احنا مشاركين على الصعيد الكره العربيه في البطوله، الدوري البطوله العربيه، ثم البطوله المحليه. عندنا سيمي فاينل في الكاس، وده بطوله يعني قصيره تستطيع انك تركز فيها بشكل كويس جدا جدا، وانك تحقق، ممكن تحقق طموح دخول بطوله لاول مره لنادي سموحه. ايوه تارجت ان احنا عاوزين نعلف التارجت هم نايل في المركز السادس، وده طبعا بالاتفاق مع مجلس الاداره بخد طبعا استاذ وليد عرفات، مجلس الاداره متفاهم وداعم بشكل كبير جدا جدا، وعنده طموح، وده يمكن احد الاسباب اللي خلاني يعني اتولى نادي سموحه، على الرغم ان انا احد ابنائه. يعني انا هنا عضو عامل في النادي، متواجد دايما في التنس، فقريب من الاحداث بشكل كبير جدا جدا. نفسي انا نفسي اقدم شيء جيد للنادي بحيث انه يرتقي ويقدم حاجه ان شاء الله باذن الله تعالى، كمان تعلي التارجت وسقفه كمان باذن الله تعالى.